ينضم إلينا من بنغازي عبر الهاتف إبراهيم الدرسي، عضو مجلس النواب الليبي. سيد إبراهيم، بداية على حسب مراسل الغد، كان من المقرر أن تخرج جلسة مجلس النواب اليوم بمجموعة من القرارات، إلا أن كان هناك فوضى في جلسة اليوم، ما تفاصيل ذلك؟ مساءك سعيد كريمة. كانت الجلسة المهمة هي جلسة الأمس يوم الاثنين الذي تصرف فيها مجلس النواب السيد رئيس البعثة الرئيس المفوضين العليا للانتخابات ورئيس السجل المدني في ليبيا، وكان إصرار رئيس مجلس النواب الذي كان في إجازة كما كنتم تعلمون جيدا، كان في إجازة بترشح للرئاسة، ولما عاد المستشار قبل أن يعود كنا متواصلين معه نحن مجموعة من النواب. سيد إبراهيم، هي القوة القاهرة اليوم كانت جلسة تتحدث عن الحكومة وعن مثلا فتح الباب أمام الترشح لرئاسة الوزراء القادم بحكم أن الحكومة انتهت، وهذا ما صرح به المستشار عقيلة صالح في منتهى جلسة اليوم، أن الحكومة حكومة السيد عبد الحميد الدبيبة انتهت مدتها الدستورية والقانونية، والآن أمام مجلس النواب أمر واحد فقط هو تغيير هذه الحكومة وفتح باب الترشحات. حصل لغط داخل الجلسة، بعض الزملاء يعني وصف بعض المناطق العسكرية في طرابلس غرب البلاد بأنها ميليشيات، غضب جماعة بعض الزملاء من المنطقة الغربية وحصل اللغط، ما اضطر السيد رئيس مجلس النواب لتعليق الجلسة إلى الاثنين القادم. طيب، هل سيكون هناك تعامل جديد مع الكتلة الرافضة التي هي ترفض تغيير هذه الحكومة المنتهية ولايتها حسب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح؟ هل سوف يكون ذلك عائقا أمام تحديد موعد للانتخابات في المستقبل؟ الحقيقة طبعا نحن نجب أن نفصل ما بين تغيير الحكومة رئيس الحكومة ب الموعد الانتخابات، موعد الانتخابات نحن اعطينا البراح للسيد رئيس المفوضيه وهو من سيفتينا في هذه المساله، وايضا لدينا خارطه الطريق. لكن بالنسبه للحكومه نحن نعلم جيدا وانتم تعلمون ذلك ولا يخفى على احد ان هنالك بعض النواب الذين يدافعون عن حكومه الدبيبه، بعضهم يقول يجب ان تبقى الحكومه الى اجراء الانتخابات، والبعض الاخر يقول لا باس من تعديلها وترميمها، ولكن الغالبيه العظمى من اعضاء البرلمان يرون انه لابد من ازاله هذه الرئيس الحكومه ويتهمون بالفساد والى اخره. طيب، ما التوقعات؟ متى سيتم اجراء هذه الانتخابات؟ هل سيتم اجراءها في 25 او 24 من هذا الشهر؟ ما السيناريوهات المقبله فيما يخص هذه الانتخابات، خاصه ان رئيس هيئه الانتخابات المفوضيه الانتخابات السيد عماد السايح قال ان الامر يتطلب على الاقل 6 أشهر من التجهيزات. 6 إلى 8 أشهر إلى سنة طبعا، هو قال أن الانتخابات طبعا هو يتهرب من السؤال ويرمي في الكرة لمجلس النواب في ملعب مجلس النواب، هي كرة ملتهبة من النار، فقال أن نجاح الانتخابات مرهون بزوال القوة القاهرة. ما بعد ذلك بين ما هي القوة القاهرة، أشار إلى أن الميليشيات التي حاصرت المفوضية والميليشيات التي تملك السلاح في طرابلس هي من ترفض القوانين هذه الانتخابات. نحن نعلم من هي هذه القوة ومتى زالت هذه القوة، قال ستجرى الانتخابات. طيب، في حال تعذر إجراء هذه الانتخابات في الشهر الجاري وتم إبعادها، أو ربما ستكون بعد 6 أشهر 8 أشهر أو بعد وقت طويل، ما مصير الحكومة المنتهية ولايتها؟ سيدتي الكريمه، يعني انا استغرب سؤالك عن اجراء انتخابات رئاسيه في هذا الشهر الجاري كما تقوليني، فمن المستحيل ان تعقد الان الانتخابات، ومن قال ان هنالك انتخابات فيها 25 يناير؟ حتى السيد عماد السايح في المفوضيه الانتخابات لم يبعث برساله رسميه لمجلس النواب، وانما هو قال تاريخ نحن اقترحناه فقط، يعني الحديث الان عن 25 24 يناير حديث يعني شبه مستحيل، ولا يمكن الحديث عن 24 يناير في هذه الفتره. ان حكومه السيد عبد الحميد البيضة قلت لك انا بالاغلبيه الغالبه في مجلس النواب يرفضون بقاء السيد عبد الحميد البيضة وكافه وزارته ويرون لزوم تغييره، واعتقد ان هنالك
مناخ حتى دولي لموافقه مجلس القوى في هذا الامر. السيد عقيله صالح بدري ما خليتش يكمل الفكره، لما اليوم علق الجلسه ليس للمشكله عقيله صالح، نحن نعلم من الحكمه التي يمتلك هذا الشيخ، علقها لزياده المشاورات ولزياده النقاش في محاوله لاقناع النواب الذين يرون ان حكومه الدين يجب ان تبقى. هذا هو الامر، وانا ما سمع هذا الكلام يعني معظم النواب يرون لابد من اداره الحكومه وفتح الباب امام شخصيات اخرى لتقدم لرئاسه الوزراء، خاصه اذا علمنا ان مجلس النواب هو من اعطى الثقه للحكومه وهو من يسحبها منها. نعم، شكرا جزيلا لك سيد ابراهيم الدرسي عضو مجلس النواب الليبي، كنت معنا من بنغازي عبر الهاتف.